إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة مصطفى كالوردين نادي الله الله وعطوا يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم لوالوها كل العباد وعم لوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البلاد يا قمر التي أنعم الله علينا بلقائها في هذه الليلة المباركة وأتمنى من الله عز وجل أن يفك الأسر. لكل واحد منا كمواطني المغاربة أخاطبكم من هذا المنبر كمواطن ابن الشعب مارست القضاء لما يزيد عن 34 سنة والفترة الطويلة التي قضيتها في القضايا في البت في القضايا الجنحية والجنائية وقضاء التحقيق وكنت قريبا من السجناء عشت معهم عشت ظروفهم قاسيت معهم تمنيت لو أن أي واحد منا أن يعيش الحياة التي يتمناها منذ طفولته لكن تشاء الأقدار أن تنزلق الأقدام وأن يقع ما يقع مخالفا للقانون وتكون المحاكمة والعقوبة أنا متيقن أن العديد من الإخوان ليس مجرما بمعنى كلمة الإجرام وإنما تنزلق الأقدام ويقع ما لم يكن في الحسبان وأرجو الله عز وجل أن تكون هذه الفترة التي يقضيها السجين عبرة واستفادة لكي يتمكن من إعادة بناء حياته من جديد ويتفادى الزلات والأخطاء التي أوقعته في هذه المحنة ونجدد الترحاب لكل من التحق بنا من المسؤولين وعلى رأسهم السيد وكيل جلالة الملك والسيد رئيس المحكمة والسادة القضاة قاضي التحقيق والقضاة وكل باسمه وبصفته ولنا عودة إن شاء الله بعد صلاة المغرب والإفطار وجبة الإفطار لتسليم الجوائز إن شاء الله وبالدعاء الصالح لأمير المؤمنين فإلى ذلكم الحين نترككم إلى ذلك الحين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله الفائز الثالث فليتفضل لتسليم الجائزة
الدين المقيري. نظمت إدارة السجن المحلي برشيد أمسية رمضانية تمثلت في إفطار جماعي لفائدة الساكنة السجنية. هذا الإفطار خاصة نزلاء الأحداث والنساء وكذا المسنين، لما لهذه الفئات الهشة من أثر يتطلب رعاية، يتطلب اهتمام، يتطلب مضاعفة الجهود في إعادة تأهيلها. هذه المبادرة، هذا الإفطار الجماعي المنظم من طرف إدارة السجن المحلي ببرشيد بشراكة مع الشركاء المندوبية العامة على رأسهم المجلس العلمي والمجلس الجماعي لمدينة برشيد، حضره كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة برشيد وكذا وكيل الملك وشركاء المؤسسة السجنية من جمعيات هيئات المجتمع المدني، لما لهذا الدعم الاجتماعي والدعم الروحي والديني من أثر إيجابي في نفسية الساكنة السجنية. الحمد لله أن هذه الأمور دازت في جو حسن، طبعتها روح المسؤولية والعطاء، وطبعها خلق جسور للتواصل بين المؤسسة السجنية والعالم الخارجي، وما للدور المهم للمصالح الخارجية في دعم وتأهيل الساكنة السجنية. يعتبر المجتمع المدني إحدى قاطرة الإصلاح، فالإصلاح لا يمكن له أن يتم دون تضافر جهود الجميع ودون تضافر جهود جميع شركاء المندوبية العامة. ويعتبر المجتمع المدني إحدى هذه القاطرات باعتباره هو حلقة وصل بين المؤسسة السجنية وبين المجتمع، كما أن للمجتمع المدني دور إيجابي في احتضان هذا السجين بعد الإفراج عنه فيما يخص الرعاية اللاحقة، فيما يخص إعادة التأهيل، فيما يخص خلق جو للإدماج وللرعاية اللاحقة بعد بعيد الإفراج.